ويحك يا سامي، أنت تبالغ في التدخين. لقد أحصيت لك 3 رؤوس في خلال نصف ساعة. هذه تهدئ الأعصاب. إذن أنت تعترف الآن بأنها مادة مخدرة ومضرة للصحة وتسبب أمراضا مميتة، ومع ذلك سأتعاطاها. أو تدري معنى أن ترسب في الكلية؟ معناه إحباط ما بعده إحباط، معناه نهاية أمل كنا نحلم به. 9 طلاب رسبوا دفعة واحدة؟ ألم أقل لك هذه كارثة؟ 9 طلاب من أصل 10. لو أنني أتيت بعلامتين إضافيتين لكنت من الناجحين. كان ينقصني 5 علامات، وأنا نلت 7 درجات من أصل 20 في هذه المادة. إذن أنت رسبت في هذه المادة؟ هذا صحيح، لكني لم أكن منتبها إلى ذلك. اسمع، أظن أن خالدا هو أيضا رسب بسبب تلك المادة. أنت متأكد مما تقوله؟ بالنسبة لخالد نعم، أما عن بقية الأصدقاء فلا أعلم شيئا. إذا كان الرسوب الجماعي بسبب مادة معينة فهذا يعني أن هناك خللا في الموضوع. ماذا تعني؟ أعني أن الدكتور إبراهيم عنده روحية الانتقام. الانتقام؟ ممن؟ هل نسيت أننا جابهناه مرارا عندما كان يمتدح الغرب ببعض جوانبه في الكثير من محاضراته؟ أذكر جيدا، لكنه كان يختم كل مناقشة بيننا باحترام رأينا وأفكارنا. كلام معسول للتغطية عما يختبئ في داخله. عما تتحدث يا رجل؟ أتحدث عن الدكتور الذي نسي مبادئه وعقيدته وتعلق بكل ما هو غربي. لا تظلم الرجل إلى هذا الحد، بل أحاول تعريته. إنه رجل منافق يظهر ما لا يبطن، لا يحترم الرأي ولا يقدر مواقف الآخرين. ولهذا يا صديقي كان رسوبنا على يديه. أنت تخطئ للمرة 10، فزميلنا طه كان أول الناجحين في مادته بالرغم من أنه ألد أعدائه في الصف، ومازن كان يجابهه على الدوام ويعتبره خارجا عن القيم الإسلامية، ومع ذلك نال 15 من أصل 20. ها، أتريدني أن أكمل الحسبة أم أكتفي؟ أمي، ماذا بك؟ لقد وصل أبي. أنت متأكد من أنه قد أتى؟ نعم، شاهدت سيارته وهي تقف أمام المنزل. كان علي أن أكون هنا منذ ساعتين، ماذا أفعل؟ وما الذي جرى يا أمي؟ كل ما في الموضوع أنك تأخرت بالعودة إلى المنزل قليلا. لن يستوعب والدك هذا. اذهب إلى غرفتك وامسك بكتاب وذاكر ذاكر ذاكر. اذهب اذهب. الحمد لله على السلامة. أين جمال؟ جمال في غرفته يذاكر منذ الصباح الباكر. لم يأتي بشيء جديد، إنه يؤدي واجبه. بالهناء والشفاء إن شاء الله. ربما يكون الطعام ساخنا بعد الشاي. منذ متى وضعت الطعام على النار؟ أعترف لك وضعته متأخرة بعض الوقت. وأين كنت طوال هذا الوقت؟ أبي مريض ومرضه يمنعه من الحركة. وأنت بقيت بجانبه؟ أمنت له طعام وعدت على الفور وبدأت في إحضار الطعام. أعتذر لك. هذه هي المرة الأولى والأخيرة. يمنع عليك الذهاب إلى أبيك حتى ولو كان على فراش الموت. أفهمت؟ والله ضر.
أرى أن الذهاب إلى الدكتور إبراهيم ومناقشته في الأمر فيه من الإذلال والسخف الشيء الكثير. هل سمعت؟ لا حوار مع الدكتور إبراهيم الذي يمثل الاستعمار الغربي في جامعتنا الوطنية. أنتما تحملان الموضوع أكثر مما يحتمل. كل ما في الأمر أنه ربما يكون هناك خطأ في التصحيح. تقول ربما؟ هناك خطأ 100%. خطأ متعمد. لنفترض ذلك، دعونا نعالجه بالحوار الهادئ لنجد الحل. لدى الجامعة الحل والربط، لأن الدكتور إبراهيم لن يغير علامة وضعها وإلا اتهم نفسه بالخطأ. ما رأيك بهذا الطرح يا سامي؟ طرح مرفوض وأمر لا يجدي. ماذا؟ مقابلة مدير الجامعة أمر لا يجدي؟ لأن مدير الجامعة هو رأس الجامعة، والدكتور إبراهيم فرع من فروعها، ولا يمكن للرأس أن يتخلى عن الفرع. هذا يعني أن تعبنا سيذهب سدى. وما الذي تقترحه؟ أقترح أن نجمع الشباب ونذهب كوفد إلى وزير التعليم العالي. فكرة جيدة. نضعه أمام حلين، إما نجاح الطلاب الراسبين أو الإضراب المفتوح. وصلنا إلى الإضراب المفتوح؟ هذه هي لغة الحوار المعتمدة في كثير من بلدان العالم. غوغائية تؤدي إلى التعطيل والتخريب أحياناً. ليلى! ليلى! ما بك يا نادر؟ من استخدم هذه العلبة؟ لا أدري. لا تدري؟ اذهبي إلى عملك. اذهبي إلى عملك. جمال! يا جمال! من استخدم هذه العلبة؟ لا أدري. لا تدري؟ ومن يدري إذن؟ هذه العلبة نقصت سيجارتين اثنتين. أيكون الجن قد زارنا ودخنها ولم ندري بذلك؟ أتكذب علي؟ تتعاطى التدخين خلصة عني؟ أخبرني، متى بدأت؟ وكيف تعلمت؟ وكم علبة تبقى استهلكت؟ لو أردت أن أخطي عليك فاستريح. لو أردت أن أخطي عليك يا نادر، خطوة واحدة وأرسشك بقدمي هذه. أنت لا تؤمن بالحوار، إنما تؤمن بالضرب والرفس والركل. دعيني أؤدب ولدي. إذا أبي أنت، ليس التأديب هكذا. أنت تمحو شخصيته. إذا أبي قلنا لك اذهبي. اسمعني، اذهبي إلى غرفتك. أنت مسجون في هذه المدة يومين، وحذاري أن تخالف أوامري. ممنوع عليك الخروج منها لمدة يومين. اذهب. ماذا قلتم؟ هذه الخطة لا تجدي نفعا. علينا مقابلة العميد أولا. عميد الجامعة لن يستمع إلينا. نجرب. تجربة فاشلة. العميد سيقف في صف المدرسين فقط. أنت وسامي تحاولان دائما إشعال نار حرب بيننا وبين الآخرين. هذه هي الحقيقة. هؤلاء لا يفهمون لغة الحوار، بل يفهمون لغة الشارع. وهل جربت لغة الحوار؟ أنت تحاول الهروب على الدوام لأنك جبان وتخشى النزول إلى الشارع. أنا مصر على النزول في المظاهرة، شرط أن تكون مظاهرة تحمل طابع العنف. هل سمعتم؟ لكل قاعدة شواذ، وشواذ القاعدة هذه فواز. أريدك أن تسمع أنت ويتحرك الدم في أوصالك. هذا زميلك جمال، حبيس داره، ومع ذلك
يأبى إلا أن ينزل إلى الشارع ويريدها مظاهرة عنيفة. أنت عنصر مهم في المجموعة وعليك أن تبقى بجانبنا. عليك أن تحسم قرارك الآن وإلا أمسيت خارج المجموعة. نحن بحاجة إليك صدقني. زيادة العناصر في المظاهرة أمر مهم أمام عدسات التلفزة ووسائل الإعلام. المظاهرة ستؤتي بثمارها صدقني، وكلما كانت عنيفة أكثر كلما تحققت المطالب بسرعة أكبر. رغم أنني لست مقتنعا تماما، لكنني سأكون معكم. جمال، ما سر هذه العصا؟ اطمئن، سوف أستخدمها غدا لمن هو بحاجة للتأديب. لن أدعك تدخل حتى أعرف ما هذه العصا. أتريد أن ترفعها في وجه أبيك؟ ليتني أستطيع أن... دع هذه العصا، أتريد أن تدمر البيت؟ هات يا جمال. أبوك، حمدا لله على سلامتك. حمدا لله على سلامتك. هل حدث شيء؟ لا لا شيء. تفضل. يسقط عميد الكلية، يسقط عميد الكلية، يسقط عميد الكلية. نطالب بإعادة الاختبارات، 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 نطالب بإعادة الاختبارات. سامي، يا سامي، تعال تعال هنا سامي. قف هناك. وليد، وليد تعال هنا. وليد سامي، أنت المحرك الأساسي للذي حدث اليوم. لا يوجد بيننا محرك، بل ما قمنا به هو عمل جماعي. هل هو فعلا عمل جماعي؟ يجب أن تعرف أن ما قمت به مع زملائك في حرب الجامعة هو عمل تخريبي يخرج عن نطاق الحضارة. إذا أردت إيصال صوتك للجامعة فلا يكون باقتلاع المقاعد وتكسير الزجاج وتحطيم النوافذ. أنتم شعلة الثقافة، تقومون بهذا التصرف المشين؟ ماذا يفعل غيركم من غير المتعلمين؟ أنا لم أكن في حرم الجامعة قط. كل ما في الأمر
أنني ساهمت بإحراق الإطارات فقط. وهل إحراق الإطارات عمل يبرره القانون؟ لا يبرره، ولكن لم يسبب خسائر مادية مثل ما حدث في الجامعة. لعلمك لقد سبب أكثر من ذلك. هل حدث هذا فعلا؟ نعم حدث ذلك. بإمكانكم تقديم العزاء والمواساة لأهل الضحية بعد خروجكم من السجن. الرجل الذي مات كانت تقله سيارة الإسعاف. ولأنكم قطعتم الشارع فمنعتم سيارة الإسعاف من المرور مات الرجل. كفاك بكاء يا امرأة، أقسم لو بقيت على هذا الحال لرميتك من النافذة. إن شئت ففعل، سئمت الحياة معك. أنت التي أرسلت ابنك رهن التوقيف في مركز الشرطة. أنت الذي لم تحاوره إلا بالركل والضرب والرفض. الآباء يحاورون أولادهم وأنت لا. لا قلت لك كفي عن هذا النحيب. والله ما يهمني أن يكون ولدي في السجن، إنما يهمني أن يحطم سيارتي دون السيارات الباقية في الموقف. إنه يثأر منك. يثأر مني؟ نعم، ابنك لم ينزل للتظاهر في الشارع، ولكنه خرج ليعبر عما بداخله من قمع مارسته ضده. اسمعيني جيدا، هذا الحوار الذي انا افهمه فقط، وانت فوتي بكلمة واحدة ستكونين في دار ابيك لا محالة. يا ولدي. أخبراني الآن، ما جدوى التحرك الذي خضناه أول أمس؟ هذا أمر محير فعلا. هذه الاختبارات بين أيدينا، كان الدكتور إبراهيم على حق. ما الذي يثيرك الآن؟ يثيرني غبائي، لأنني جريت وراءكما. القضية انتهت. القضية لم تنتهي بعد، يجب علينا أن نقيم التصرف الخاطئ الذي قمنا به. اسمع، كان لابد لنا من فعل شيء كي يتحرك المدير ويعيد تصحيح الاختبارات. سامي، ماذا يعني لك هذا التاريخ؟ لا يعني لي شيئا. أنت تتهرب من الإجابة يا سامي. هذا يعني أن التصحيح الثاني للاختبارات قد تم قبل قيامنا بالمظاهرة بيومين. بل يعني أن تحركنا لم يكن على وجه حق، كان يجب علينا الركون إلى المدير والابتعاد عن الغوغائية. ما يقوله فواز عين الحقيقة، نحن أخطأنا فعلا. النزول إلى الشارع والمظاهرات والتخريب سلوك خاطئ. أضف إلى ذلك أن السلطات المختصة سامحتنا هذه المرة. اسمع، لا أريد من اليوم نصائح. أنتما متقاذنان انهزاميان، إليكما عني. يكون مسموحا لي الدخول إلى الدار؟ تفضل، الدار لك، إنها دار. ليتني لم أغادر غرفة التوقيف. ولما؟ لأنني أستحق العقاب. أولا أستحق السجن وقد حطمت زجاج سيارتك؟ أبدا، ليس من الأجدى أن لا أستبدل ولدي بزجاج سيارة لا يساوي بضع ريالات. كلانا مخطئان يا بني، وكلانا بحاجة
إلى دراسة الموضوع كي نتجنب الخطأ في المرة الأولى. كنت تقول لي أن الآباء لا يخطئون أبدا. الآباء يخطئون أحيانا في محاسبة أبنائهم، يجيدون الإقرار ولا يعرفون الثواب. اطمئن يا بني، سوف أتبدل نحو الأحسن إن شاء الله.